هذه الاستقالة أنا بالنسبة لي كجميع الرجوين كانت مفاجئة، لأنه يعني أصلا الوقت ديال الاستقالة ما كانش مناسب. الرجاء الآن كان خصها تكون كتقوم بالانتدابات ديالها كيف ما طلب بهم المدرب وتصرح بهم الرئيس في أماكن الخصاص، كان خصها تكون كتؤدي واجبات ولا الديون اللي متراكمة على اللاعبين، كان خصها تكون الآن كتبحث على معسكر باش تبدا التدريب، لأنه حنا ما بقى والو إن شاء الله غادي تنطلق البطولة. فإذا بس زياد كيفاجئ الجميع وتيقول لك استقالة على حساب اللي تنسمعوه على حساب ما يروج، تيقول بأنه الاستقالة جات لأن السيد ما غاديش يقدر يوفي بالوعود ديالو لا من ناحيه الانتدابات ولا من ناحيه تاديه ديون اللاعبين، لانه لو دخلت الفلوس ديال بانون راه ما كافيهش تخلص ليه حتى النصف ديال ديون اللاعبين اللي هذه عامين وهما صابرين، فهمتي؟ ما كيتوصلوش بالمنح، ماشي كيتوصلوا بلي صالير ولكن المنح مالو، ولكن هذه المنح راه تقدر بالملايين، توصلت واحد 3 المليار تقريبا اللي كاينه دابا كتسال اللاعبين. زائد واحد النقطه اخرى، حتى الضغط اللي دا مارسو جمهور الرجاء ملي كيشوف فرق اخرى تدعم الفرق ديالها بلاعبين متمرسين وهذا، وكاين في الرجاء اماكن الخصاص، فالسيد ما غاديش يقدر يوفي بالالتزامات ديالو لا مع الجماهير اللي صرح بها هو في واحد الحوار قال بان خصنا نديروا الانتدابات، ولا مع المدرب. دونك السيد فضل انه ينهرب وينسحب في هذا كيبين لك واحد القضيه، وان السيد ما غاديش نبالغ ولكن كنظن انه ما عندوش ديك الروح ديال الرجاوي باش يخلي الفرقه في هذه الوقيته، فهمتي؟ لو كان عنده غير واحد شويه ديال الروح رجاوي ما غاديش يقدر يخلي الفرقه في هذه الفتره الحاسمه. فعلا هذه القضيه ديال مع الظروف اللي كنمروا بها ديال حاله الطوارئ الصحيه، وما يمكنش انك تتجاوز واحد 50 شخص في الاجتماعات، كنظن انه اغلبيه الجماهير تعتقد انها مناوره، ولكن حنا من خلال عندنا مصادر اخرى تاكدت لنا ان الزياد فعلا ما حط الاستقاله ديالو ما دار داك البلاغ حتى كانت رسميه، لانه قبل ما يعلن عليها راه كان اتصالات مع بعض الناس منهم الحكماء وداك الشيء، لانهم قالوا لي ما اجل الاستقاله ديالو، ولكن هو اصر. دونك الاستقاله راه فعلا كاينه، غير المشكل كيفاش غنديروا الجمع العام. دونك الا ما درناش الجمع العام راه ما يمكنش غادي نطلعوا رئيس اخر، وهذا فعلا وفينا هما الترشيحات، خص تعلن في الصفحه الرسميه انه كاين تحل باب الترشيحات، باقي ما داروهاش. زائد واحد النقطه اخرى بالنسبه لينا حنايا، زياد راه باقي هو الرئيس دابا، خصو ينوض يدير الالتزامات ديالو، يخلص ديون اللاعبين اللي تراكمت في هذه السنوات جوج سنوات اللي كان فيها هو، ويدير الانتدابات اللي خاصه الفرقه واللي طالب بها المدرب السلامي واللي كيطالب بها الجمهور، لانه بين ان الفرقه خاصها واحد 3 ولا 4 انتدابات، ولا ما قدرش يصبر للضغط، ما كانش خصو يمشي دابا، كان خصو يمشي حتى يكمل لو 3 ويدير داك الشيء اللي عليه عاد باش يمشي. انا عندي اتصالات مع بعض اللاعبين، واي لاعب عيط لي من الاصدقاء ديالي تيقول لي اخويا راه كنا صابرين، راه مصابرين على قبل الجمهور بحال هكا، وكاين انه السلامي لعب واحد الدور كبير، هو السفري لنا مولاد الفرقه، كانوا كيوجهوا واحد الخطاب للاعبين على اساس كيصبروهم، تيقول لهم راه ماشي الفلوس وكل شيء، راه المجد، وشوفوا عندك الجماهير. دونك لا السلامي ولا السفري مشكورين ولا السي ابو شروان، زائد انه اللعابه ديالنا كانت عندهم واحد لاغرينطا، كانوا باغيين يجيبوا هذا اللقب على قبل الجمهور، وفي نفس الوقت راه النواة القوية اللي كانت ولا الركائز كانوا رجاويين، كان متولي، كان حفيظي، كان بانون، عندهم شخصية، كان زنيتي، وهادو رجاويين قبل ما يكونوا لعابة، فهمتي؟ دونك هما اللي لعبوا داك الدور. اما قضيه زيرو درهم راه اكدوا عليها ناس في المكتب، راه ما عندهم حتى شي ريال، راه الرجاء وصلت واحد مرحله الافلاس في عدد السيزيات، لكننا كنهضروا على ديون ومشاكل في عهد حسبان وبودريقه، فكيفاش هذا السيد هذا اللي جا و داروا لنا واحد زعما ان موديل ديال واحد الشخص اللي قاري وفاهم وكيدير الماركتين، وبايديه يفصل يوصل الراجل هذا الفشل كامل. دونك هذا الموديل فاشل بالنسبه ليا، حيت شي ناس كيدافعوا عليه. انا بالنسبه ليا موديل ناجح هو موديل اللي غادي يجر الفرقه لبر الامان، ما غيجرش الافلاس ويجرنا لهاد المشاكل ويجي حتى الاخر ويهرب. هذا موديل فاشل بالنسبه ليا انايا، ودائما كنوجه في الاخر كلمه لجماعه الرجاء، كنتمنى انهم يحيدوا ذاك الخطاب ديال التخوين ما بيناتهم، لانه ماشي في صالح الفريق، وخصو يعرفوا بانه لو توحدت الجماهير على كلمه واحده فحتى حاجه ما غادا تكون عرقله امام المسيره ديال الرجاء. زائد واحد القضيه اخرى، الرجاء ما واقف على حتى شي شخص، راه قلت لك قبيله الزيات راه سيار الفرقه ما عطات حتى شي درهم من جيبه، دونك نجيبوا اي واحد نزيه راه يقدر يدير نفس الخدمه اللي دار الزيات ونستمر الحياه. الرجاء ما واقف على حتى شي واحد، ونتمنوا خير الرجاء ان شاء الله.